الفن المغربي. السلام عليكم وتحية لكم كبيرة أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم موضوعنا حول الفن المغربي وعلاقته بالحضيض أو الدص. علاش وكيفاش وشنو الأسباب؟ هذه الجينيراسيون هذه ما عطاتش فرصة لهذه الجينيراسيون باش تحكم معها وتاخذ ليكسبيريونس ويهزوا المشعل أو الإرث الفني ويزيدوا به القدام. ما كاينش هادشي. فمثلا خير دليل أو خير مثال وهو حسن حسني. حسن حسني مثل كاع مع لي جينيراسيون كاملين، مع عادل إمام، سمير غانم، هنيدي، محمد صبحي، مثل مع الناس كاملين وطلعهم على يدو بغض النظر على انه واش غياخذ البطوله ولا لا. حنا عكس ذلك نهائيا، حنا كنفكروا بالمنطق ديال الا بينتو غيدي لي بلاصتي، المنطق ديال الكوارع كنفكروا بحال هكا، كنقولوا غنمدي يد المساعده غيصدق ديلي ماتش. اكبر خطا او اكبر تفكير فاشل هو اللي عندنا. وما كاينش يد المساعده، ما كاينش نساعدو دوك الوليدات، ما كاينش هادشي. بغيتي تساعد ساعد راسك، ما كاينش اللي يساعد. بغيتي تخرج لبر الامان راسك، ما كاينش اللي يمد لك يد المساعده، لا كاين اللي يقول لك راه يدك ويزيد يغرقك لداخل. وكاع اللي استقطب شي شاب او استقطب شي موهبه او احتضن شي موهبه، ما احتضناش في سبيل الله، كونوا اكيدين انه ماشي في سبيل الله. علاش كيعزلو هما الوقيته اللي كيكون داك الشاب داير البوز، ديك المرحله اللي هو يلاه في داك الشعاع كيشدوه تيحتضنوه. علاش؟ حيت دايخ كيقولوا ليه باننا حنا غنحتضنوك وغنزيدوك القدام وكذا اكسترا، مع العلم انه اكبر استغلال كيوقع في ديك الفتره هو هذيك القضيه. ومنين كيسالي الاحتضان كيكون زماني، هو منين كيسالي ديك وقت الاحتضان فالموش طبيق رود الغابه سير عمرك لا تعاود ترجع هنا، كيقولوها لك بطريقتهم. فالله يهديهم تيديهم وراه غيمشيو، ما يبقاوش ديما، غيجي واحد النهار السلام عليكم وغيبقى لا سينيال لا تلفازه لا حتى حاجه، وغيبقى هادشي غتعاود. وهادشي خلف واحد النظره عن الطرفين، ان الاولين كيشوفونا اننا حنا غير متطفلين على الميدان وغادي نزاحمهم في الدومين، وحنا ولينا كنشوفوهم وكانهم استغلاليين باغين يستافدوا من ديك الفتره ديال البوز اللي كيكون فيها داك الشاب الطموح اللي كيكون عنده واحد تيقول انا صافي دخلت الاضواء، انا لقيت الناس اللي غيحتضنوني، ما كاينش الاحتضان بوك. بخلاصه القول ما كاينش يد المساعده، ما كاينش ارن نقدك، لا كاين ارن غرقك الله يسهل عليك. فكره اخرى، الا ما ساعدتيش راسك غدبر راسك، هذا هو المفهوم او هذه هي الخلاصه اللي خصك تاخذ عندنا في الدومين المغربي. وبالتالي خرجنا بواحد الخلاصه بانه ما كاينش يد المساعده، ما كاينش المصداقيه، ما كاينش الكفاءه، كاين بوك صاحبي، اختك كتجيني، عمتك، ما المهم نتوما راكم عارفين. وهذا خلق واحد الاضطرابات، واللي لاحظنا اكثر بان الناس الاولين كيخدموا اون جروب، يعني عنده واحد المجموعه ديالو كيخدم فيها اعمال معينه، هذا عنده مجموعه ديالو كيخدم فيها، يعني ماشي فن، هذا ما بقاش فن، هذا ولا بحال الشكل ديال الرحبه ديال السوق، وليتي كتلقى مجموعه هنا ومجموعه ليه، يعني ما بقاش الفن، ما بقاش الابداع، ولا حنا كليكا نصاوبوا بعضياتنا. السلام عليكم. اي واحد جا متطفل سلامه، وهذا اكبر خطا واكبر متضرر وهو المتفرج. علاش؟ حيت نفس الوجوه كنشوفوها في الاشهارات، كنشوفوها في الافلام، كنشوفوها في ليزيتكوم، قربت نحل الدار شي نهار نلقاكم الداخل. الور كنتمنى زعما انه عيدوا النظر على بعضياتكم شويه وقولوا بان راه ما نبقاوش خالدين فيها. وبالتالي لقينا الناس بانهم كيلتجؤوا للانترنت، اللي كيدير بودكاست، راه اللي كيدير المقالب، اللي كيدير لي فاين، اللي كيدير. علاش؟ حيت كاع الابواب مسدوده، كنعتبروا حنا بحال لاجئين. الناس التجؤوا للانترنت، خلاو لكم التلفازه، خذوا التلفازه، خذوا الاعلام، خذوا اللي بغيت. هو اللي حسن الحظ ان الانترنت ماشي بيديكم، حيت لو كانت الانترنت بيديكم كان غيكون اخر ظهور ديالي في 2010 منين دوزت كوميديا. فشكرا للناس اللي كرياو الانترنت، شكرا للناس اللي داروا اليوتيوب، شكرا للناس اللي كيدعموا الشباب في الانترنت، وتحيه لكم كبيره. وتنقول لكم راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، والسلام عليكم. أيه 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 أيه.